موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أهل الإدارة بيقولوا إن الخطوة التكتيكية ما ينفعش تصلح بيها خطوة استراتيجية، يعني الحاجات التكتيكية الصغيرة ما ينفعش تصلح بيها شيء استراتيجي كبير. وده كلام أهل الإدارة، هو كلام منطقي فعلا. ما ينفعش حاجات تكتيكية مش مرتبطة بالخط الاستراتيجي العام اللي حضرتك ماشي فيه كمؤسسة أو كفرد، تصلح الخط الاستراتيجي ده بخطوة تكتيكية جوه الخط، لا هتقدم ولا هتأخر. وخلينا نقول إن كلام الإدارة صحيح في النقطة دي، ولكن خلينا نقول برضو إن كلام الإدارة مش دايما صح. وخلينا نقول إن في بعض الأحيان الإدارة المادية بتغلب في أذهاننا وفي قلوبنا صحيح العبودية، وفي بعض الأحيان المبادئ الإدارية بتغلب مبادئ العبودية، لأن العبودية بتقول غير كده. المثال اللي أنا عايز أضربه في سورة الكهف لفت نظري جدا جدا في تحركات سيدنا موسى مع سيدنا الخضر في القصة القبل الأخيرة اللي ذكرت في سورة الكهف. إن سيدنا موسى مع الخضر تحرك ثلاث خطوات. الخطوة الأولى المرتبطة في السفينة، خرق السفينة عشان الملك اللي بياخد السفن ظلم من الناس المساكين الغلابة. الخطوة الثانية قتل الغلام عشان هيرهق أهله وأسرته بعد كده. الخطوة الثالثة اللي هي بناء الجدار في قرية للأسف بخيلة لا تستحق إن الإنسان يقدم لها أي خدمة، ولكن سيدنا الخضر كان بيعمل لأبعد من كده، كان في رجل صالح لأصحاب الجدار ده اللي هم أطفال. طيب خلينا نتكلم بالكلام الكبير بتاع أهل الإدارة. السؤال استراتيجيا، هل الخطوة دي هتقدم أو هتأخر؟ يعني هل بناء الجدار ده هيأثر في أهل القرية؟ السؤال الثاني، هل خرق السفينة هيأثر في المشهد العام للظلم الكبير جدا للملك اللي بياخد السفن من الناس المساكين اللي ما حالتهمش غير السفينة دي؟ الإجابة لا، هو مش هيأثر، ولكن هيأثر في علاقتك بربنا. هو ده اللي أنا عايز أقوله، إن ممكن الخطوة ما تأثرش في المشهد الكلي، ولكن تأثر في علاقتك بربنا. سيدنا موسى وقصته مع الخضر بيدينا رسالة سريعة جدا، إن أنت ممكن تنحي شجرة، الشجرة دي ما تغيرش حاجة من الطريق أو ما تغيرش حاجة في اللي حواليك، لكن تأثر في علاقتك بربنا، تعمل منك إنسان جديد فعلا. ممكن تسقي كلب، الأمر ده مش هيأثر في المشهد الكلي للمدينة اللي أنت عايش فيها، ولكن يأثر في علاقتك بربنا. ممكن خطوة تكتيكية بسيطة جدا أنا متأكد تأثر في علاقتك أنت استراتيجية مع ربنا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قبلها، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغزو. طب مش هتروح الملك؟ الوضع صعب جدا، الأمر مرهق. أيوة مش هيأثر في المشهد الاستراتيجي، لكن هيأثر في علاقتك بربنا. معنى كده إن إحنا مشتغلش استراتيجي؟ لا لا طبعا ما أقصدش كده، ولكن ما تستخسرش في نفسك أي خطوة، لأن الخطوة دي ممكن تبقى بداية لحياة جديدة، خطوة فعلا تفرق في علاقتك بربنا.